بالقيام أحلام وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيام أحلام وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيام أحلام. إله الناس كرمني لأني لست عاديا، ويفرح لو ألاقيه بروح أحسنت سعيا. إله الناس كرمني لأني لست عاديا، ويفرح لو ألاقيه بروح أحسنت سعيا. إله الناس كرمني لأني لست عاديا، حياتي بالقيام أحلام وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيام. ما شاء الله والنعم منكم. وين الجمعية؟ في الخوض. في الخوض؟ والله والنعم منكم. وانتم الشباب القائمين عليها؟ طبعاً. ما شاء الله. أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيام أحلى. أقدر دور من حولي أزيد بحقي. الله يصلح حالك ويشفي مظالم رمضان ويكرمني وإياك ويجعلنا وإياك على الصواب إن شاء الله. أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا، بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا. أقدر دور من حولي لأني لست عاديا. حياتي بالقيام أحلام وغاياتي بها. وعلي ثاني طبعاً، وأي واحد يجي يقدم هذا العمل يحس بشعور رضا، رضا عن نفسه. فنأمل أن الناس يعني تكثر من الزيارات، ما تزور فقط الأشخاص اللي تعرفهم، حتى الأشخاص اللي ما تعرفهم. كيف بدأت الفكرة هذه؟ مع أنكم تيجوا للمستشفى. بس الشعور بالحزن في الأطفال دائما يكون في هذا الوقت، تحس المريض أنه هو كأنه ما شارك، ما موجود في المجتمع إذا ما شاركناه. جيدا نشاركهم علشان يحسسهم أنهم في عيد وفي رمضان وفي ناس معهم. ما لازم يكون الواحد يكون مريض علشان يجي المستشفى. لما نزور المريض في المستشفى نحس فيه أكثر. لما زرناهم أحسسنا بالسعادة على وجوههم وعلى محياهم، أحسسنا بالبشاشة بشاشة وجوههم، يعني على الرغم أنه مريضين وتعبانين، إلا أنه ما شاء الله يعني لما تتكلم معاهم وتحاورهم تحس بالسعادة، لأنهم يعني فرحانين بهذه الطلة وطلة الشباب معانا. يعني البسمة والفرحة على وجوه المرضى صراحة بزيارتهم، وإن الواحد زين لو يخلي له يوم في السنة بس عشان يزورهم ويفرج عنهم. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع الأمة الإسلامية مرضانا ويرحم جميع المسلمين. تخيلوا كيف اليوم يكون صعب وطويل على المريض اللي منوم في المستشفى، وخاصة إذا كان في شهر رمضان، لأنه ينتظر موعد الزيارة بفارغ الصبر. وفي الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال الله: أما علمت أن فلانا عبدي مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ كيف تحرموا أنفسكم من هذا الفضل وإذا كنت تبحث عن الأجر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. 70,000 ملك. وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكان له خريف في الجنة. حاول تحط في جدولك ولو مرة في الشهر بروح أزور فلان مثلا، ما شرط يكون واحد تعرفه، أي حد، زيارة لوجه الله. يلا فرحوهم عشان الله يفرحكم. أشكر كل شاب وشابة شاركونا في هذه الزيارة، وأقول لكم كلكم فيكم الخير.